بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطان والواده برهان والمبسوط في الوجود كرمه وإحسان. صلى الله عليه وسلم توعد ما شان خلق الخلق الحكمة وضع عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقدار الكسفة. فأنزل إليه مشرف خلقه وأنجلنا بيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب. الذي تكرم بالمنان وما أعظم هذا البطل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجود أكناف الوجود وطرزت برد العوالم في طراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى تجلي انقضى بانتشار فضله في القريب وشاشه. فله الحمد الذي لا تنازل افراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثره ترداد حيث ابرز من عالم الامكان صوره هذا الانسان ليتشرف بوجوده الزقلان وتغتسر صروف الاكوان. فما من سر تصل به قلب منيب إلا من سوابه فضل الله على هذا الحبيب. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي كيف أشقى أضاء وفؤادي قد بدا ما تحت ولا تحت
فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجل ومسفي اللسان ويحار في دعاق لمانه الجنان وانتشر منه في عالم البطون والدور ما ملأ الوجود الخلق ينور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد أودي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على